قتل البواكن شعب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزك تفقدينا وثوب المصايب عقب عيني تلبسينا ومنك يكسرون العذب خرت على بوغة تصيح بدمع سجاد إن كان ضلعي يكسرون الصايب وصل وصل كرار بي وصل أصحاب لحد علي يجتري يا قرة العين قال يا فاطم لو جرحت كاس المنية جيبك يا زغرة لا تشقين علي وصد للحسن ومدامع بخده جرية وشاف الحزن وشاف الحزن نحل عظامه وقرح العين ولن واحد على الباب يتخفض كلامه ينادي هذا البيت النبوة والإمامة بالله ادخلوني على المظلل بالغمامة أطلب الرخصة من النبي نور المسلم ترى إذا ما تفتح الباب ما يدخل يعني لازم يستأذن إيه يستأذن الكل يستأذن يعني ماكو أحد دخل بدون استئذان ها وين راح بالي يلا هاي أبيات الدعاء هاي نهاية المجلس شو يقول الشاعر يقول وعجبا يستأذنون الأمين عليهم ويهجمون خون قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان فقال إيه وعزتي وما على زغراء من خماري لكن لقد لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمذ روغا صاروغا عصره كادت بنفسي ان تموت حسره يقول لما عصرتها بين الباب والجدار سمعت لها انينا كدت ان الين لولا ان اتذكر سيف محمد كيد محمد وولوغ سيف علي في دماء صناديد قريش فعصرتها الى الباب ثانيه فصاحت ابا فمذ راوغا عصروها عصرا كادت بنفسي ان تموت حسرة أريد أكسر قلبك إيش قالت تقول يا فضة سندين فقد وربي أسقط جنيني صح ونادي يا زهره